السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نقوم مراجعة تلفاز ايتال اللي شريته من جوميا. الثمن باش شريت هو 1200 درهم وكان بروموسيون، صراحة جهاز رائع مقارنة مع الثمن ديالو. اذا في هذا الفيديو غادي نقدم لكم بعض المميزات هذا الجهاز، تابعوا معايا. اول ميزة كما كتلاحظوا هنايا هاد العلامة A+، بمعنى ان الاستهلاك ديالو للطاقة قليل جدا. غادي نوريكم الخلفية ديال الجهاز. لاحظوا الخلفية ديال الجهاز، فاستهلاك الطاقة هو 48 واط، بمعنى أن الاستهلاك قليل جدا. إذن هذه أول ميزة موجودة في هذا الجهاز، إضافة إلى الثمن ديالو اللي هو ثمن مناسب جدا. غادي نشوفوا بعض الخصائص ديال هذا الجهاز. إذن غنوريكم الكرتونة من الجنب. إذا لاحظوا هنايا عندنا ديجيتال تي في، بمعنى أن فيه ريسبتور انتيغري، وأيضا فيه TNT القنوات ديال البث الارضي، في منفذ ديال اليو اس بي باش نسجلو من التلفاز، وايضا باش نقراو الملفات ديال الفيديوهات اللي عندنا في اليو اس بي. عندنا HDMI، عندنا جوج ديال لي كابل ديال HDMI، عندنا هنايا واحد المنفذ ديال الكاسك ولكن ماشي بلوتوث عادي، عندنا ايضا واحد الكابل كواكسيال ديال الاوديو باش نخرجوا الصوت الى بغينا نديرو مكبر الصوت، وعندنا واحد الميني اف في هو هذا، غادي نوريه لكم. هو هذا باش ديروا الاجهزه القديمه تربطوها بهذه الالوان، هذا الابيض والاصفر والاحمر. اذا هذه هي خصائص الجهاز اللي شرحناها. عندنا جوج ديال المنافذ في التلفاز، واحد ديال الساتيليت، واحد ديال تي ان تي، عندنا ميني اف في، عندنا كواكس، عندنا جوج ديال كابل اتش دي اي، عندنا اليو اس بي واحد، وبالنسبه للكاس عندنا واحد. هادو بالنسبة لجودة الصورة، هنايا عندنا هاي ديفينيشن، يعني جودة عالية الدقة. إذا هذه هي الخلفية ديال الجهاز. بالنسبة لهذا المنفذ، هذا خاص بلي باف باش نخرجوا الصوت، هذا خاص، هذا المنفذ خاص بالكاسك، كاسك عادي ماشي بلوتوث. هنا عندنا جوج ديال لي بور HDMI. بالنسبة لهذا المنفذ فهو خاص بالقنوات البث الأرضي، هنا لونتين كنخشيو هنايا باش نستقبلو TNT، وهذا المنفذ خاص بالساتيليت باش نستقبلوا القنوات الفضائيه اللي كاينين في نايسات او في استرا. بالنسبه للكابل الاخير فهو خاص بالميني اف في اللي فيه دوك الالوان الصفر والاحمر والبيض. هنا الا بغينا نعلقوا التلفازه في الحيط، كنشري واحد اللوحه، كنشري واحد سيبوره فيها اربعه ديال لي بولون وكنعلقوها في الحيط. بالنسبه للجهه الاخرى، الجهه المقابله، بالنسبه للجهه الاخرى فيها منفذ ديال USB هو هذا، وفيها واحد المنفذ ديال الطاقه. اذا هذه هي الخلفيه ديال الجهاز. بالنسبه للواجهه ديال الجهاز فهي هذه ايتال، هذه لوحه التحكم عن بعد. غادي نكتشفوا بعض خصائص هذا الجهاز. اذا غنضغطوا على منيو، كما كتلاحظوا هنا فعندنا مجموعة من الخصائص. نحاول نغير اللغة، نمشيو هنايا لهذا الخيار، هذا نختارو لونغ، نختارو اللغة مثلا العربية. إذن هنا تم تغيير اللغة. نفس الشيء تقدروا تغيروا باقي الإعدادات فيما يخص الصورة أو الصوت، القنوات بالنسبة للبحث على القنوات سواء القنوات الفضائية أو قنوات TNT. نحاول ندير واحد الموضوع خاص بكيفية استقبال قنوات البث الأرضي وأيضا قنوات الفضائية. إذا هذه كانت بعض الخصائص ديال هذا الجهاز. كاين واحد الميزة مهمة وهي سورس، كما كتلاحظوا هنا فعندي دي تي في خاصة بالبث الفضائي و TNT، تي في بالنسبة للأنالوجيك، أجهزة القديمة اللي ما فيهاش HDMI. هنا عندنا البور الأول ديال HDMI، بور تاني ديال HDMI والـ USB. إذا هادو هما الخصائص اللي موجودين في هاد التلفاز، تلفاز ايتال، تلفاز عادي وجودة ديال الصورة ديالو مزيانة. شكرا لكم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم.